اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنشتغل مع بعض في فيديو النهاردة فكرة جديدة لفانوس رمضان، مش هنستخدم فيها ابرة الكروشيه. طريقتها سهلة وبسيطة. كل اللي هنحتاجه انا هستخدم خيط الاطان او خيط السلسلة، او ممكن لو عندك خيط مكرمية اللي هي المصري تستخدميه عادي. انا قصيت 8 قطع مقاس 1.10 متر وحرقتهم بالولاعة من تحت، وبرضو هحتاج 5 قطع مقاس 15 سنتي قصيتهم برضو وعملتهم بالولاعة من تحت، وهحتاج قطعة واحدة مقاس 20 سنتي. فأنا دلوقتي هستخدم القطعة المقاس 20 سنتي، هحطها كده واللي هو الاسفنج المقوى، أو ممكن فل علشان نلزق فيه الدبابيس اللي هو ده. فأنا هستخدم القطعة 25 سنتي أو 20 سنتي، هحطها بالشكل ده كده وهحط عليها دبوسين من الاطراف، دبوس هنا ودبوس الناحية التانية. هجيب خيط من الخيط اللي هو 1.10 متر اللي انا قصاه، هتني نصين وهحطه فوق القطعة اللي انا مثبتاها على الفل، وهجيب الطرفين وهعديهم من تحت القطعة اللي انا مثبتاها، وهعديهم من الحلقة اللي هي دي اللي انا تنيتها نصين واشدها بالشكل ده كده كده. اتكونت معايا عقدة، هظبط الخيط كده. دي اول عقدة، هجيب برضو في طرف تاني من الخيط اللي انا قصاه الطويل اللي هو 1.10 متر وهعمل نفس العقدة بالشكل ده كده. هجيب الطرفين فوق، الطرف فوق كده وهعديه من تحت، وهشد الخيط، هطلع الخيط من الحلقة وهعمل عقدة. بالشكل ده كده هظبطهم اخليهم قد بعض عشان الفانوس يطلع مظبوط. يبقى كده انا اتكون معايا 4 اطراف للحبل. هجيب خيط من الصغير اللي هو مقاس 15 سنتي اللي انا قصاه، هجيبه احطه عند العقد من تحت بالشكل ده كده، وهجيب دبوس هثبت بيه طرف هنا، وهستخدم ال4 حبال دولي هعمل عليه عقد. همسك الخيط بالشكل ده كده وهعدي اول فتلة عليه وهعمل عقدة. كده دي اول عقدة. كمان مرة هجيب الخيط ده ثابت، ده اللي هشتغل عليه. هجيب طرف الخيط وهعديه من فوق الخيط وهسحبه من تحتيه كده. دي تاني عقدة، وبعد كده هسيب الخيط ده. انا ده الخيط اللي انا بشتغل عليه، هجيب الطرف التاني اهو وعديه من فوق واسحبه من تحت كده. اول عقدة كل طرف بعمله مرتين تاني كده. دي تاني مرة، هجيب الطرف التالت وعديه من فوق الخيط الثابت ده وبسحبه من تحت كده. دي اول عقدة، بتدي كده تاني مرة، كل فتلة بعملها مرتين. هجيب اخر طرف واجيبه من فوق واسحبه من تحتيه كده. دي اول مرة كده، دي تاني مرة كده. اتكون معايا هما 4 فتلات تحت، وده الخيط الثابت هسيبه هنا. هجيب طرفين من هو الخيط الطوال 110، هشيل هنا الدبوس ده. انا كنت هنا عديت الخيط من فوق، المرة دي هعدي الخيط الطويل من تحت الشغل، من تحت الخيط، وهعمل عقدة برضو.
دي كده عقدة هنا بالخيط الجديد، برضو هثبتها بالدبوس. وبرضو في الناحية التانية هعمل، هجيب برضو طرف خيط جديد، وبرضو هعديها من تحت مش من فوق الشكل ده كده، وبسحب الخيط من جواها كده. دي تاني عقدة، دي كده تاني خيطة. الشكل ده كده هيكون معايا هنا 8 اطراف للحبل. هجيب خيط برضو من الصغير اللي انا قصاه اللي هو مقاس 15 سنتي، واعمل نفس اللي عملته هنا، هثبته بدبوس. برضو هعمل عليه عقد، كل طرف خيط هعمل عليه عقدتين على الخيط الثابت. همسك طرف الخيط الثابت كده وعدي كل طرف خيط من عليه مرتين، اعمل عليه عقدة يعني كده. دي اول مرة. كده دي تاني مرة. الطرف التاني هعمل عقدتين برضو على الخيط الثابت. كده دي اول مرة. كده دي تاني مرة. هجيب الطرف التالت برضو واعمل عقدتين على الخيط الثابت. كده دي اول مرة. كده دي تاني مرة. هجيب الطرف الرابع واعمل عقدتين، كل طرف خيط من الاطراف اللي موجودة معايا بعمل عقدتين على الخيط الثابت. كده دي اول عقدة. كده دي تاني عقدة. طريقته سهلة قوي، بيدي شكل جميل قوي في النهاية. كده دي اول عقدة. كده دي تاني عقدة. كل طرف خيط بعمل على عقدتين على الخيط الثابت، ان انا بعدي الخيط من فوق اهو، ده اخر خيط اهي، بعديها من فوق وبسحبها من تحت. تكون معايا العقدة كده. دي اول واحدة. تاني بعدي الخيطة من فوق وبسحبها من تحت، دي كده تسمى عقدة. كده دي تاني عقدة. برضو 8 اطراف الخيطة اهمت، هشيل هنا الدبوس اللي انا حطاه. واجيب برضو طرفين خيط من اللي انا قصاهم اللي هما الطوال. وبرضو هعديه من تحت الشكل ده كده، بسحبه من فوق. وهجيب الدبوس واحطه على العقدة، على الخيط اللي انا دخلته الزيادة ده عشان يثبت معايا. وهجيب برضو طرف خيط تاني واحطه الناحية التانية، هقسمه نصين بعديه من تحت الخيط وبسحب الطرفين من قلبه. بضم على الخيط بالشكل ده كده على العقد. وبكرر نفس اللي انا عملته في السطر التاني، ان انا بجيب طرف خيط قصير بحطه هنا تحت عند العقد وبثبته برضو بالإبرة. بشتغل عليه بنفس الطريقة، ان انا بمسك طرف الخيط الثابت اهو، وبمسك كل طرف خيط وبعمل عليه، بعمل فيه عقدتين، بظبط العقد بخليها قد بعض علشان شكل الفانوس يبقى حلو. ان انا بمسك اهو كل طرف خيط وبعمل عقدتين على الخيط الثابت. هكمل بنفس الطريقة. انا هنا عندي 2 4 6 8 10 12 طرف خيط، هعمل كل طرف خيط عقدتين ثابتين على عقدتين على الخيط الثابت، وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت للنهاية وعملت على كل طرف عقدتين. دلوقتي انا معايا اخر فتلتين باقيين من الـ8 فتلات اللي كنت قطعاهم، هعملهم برضو بنفس الطريقة.
ان انا بعمل عقدة برضو تحت الخيط. واجيب الخيط التاني برضو احطه من الناحية التانية. بالشكل ده كده هنا معايا 16 طرف للخيط اهو. هثبت برضو بدبوس هنا بإبرة. وهجيب طرف خيط من اللي انا كنت قصاهم، عندي 16 برضو، هجيبه هنا احطه هنا وهثبته بدبوس تحت العقد، احطه هنا تحت العقد زي ما عملنا برضو الدور ده والدور ده. وهعمل كل طرف خيط هعمل عليه عقدة مرتين، نمسك طرف الخيط الثابت كده وبنعدي طرف الخيط من فوقيه بالشكل ده كده وبنسحبه من تحت، دي كده اسمها عقدة. كل طرف خيط هعمله عقدتين كده، اول عقدة كده، دي التانية، همسك تاني خيط برضو واعمل عقدتين كده، اول واحدة كده دي التانية. كل طرف خيط بعمل عليه عقدتين على الخيط الثابت كمل بنفس الطريقة علشان ما اطولش عليكم الفيديو، ان انا بعمل كل طرف خيط عقدتين على الخيط الثابت ده، وارجع لكم تاني علشان نشوف هنشتغل ازاي. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت للنهاية، عملت فوق كل طرف عقدتين. دلوقتي اتكون معايا 16 حبلة اهم، 16 فتلة، هقسمهم على 4، يعني هخلي كل 4 في جنب لوحدهم، هجيب 4 كده و4 هم. الفتلات دي طبعا زيادة، دي هنظبطها في الشغل، ودول 4 هم و4، يبقى كده 16. هنشتغل ازاي؟ هنمسك اول 4 كده، هجيب طرف الخيط عليهم بالشكل ده كده، طرف من الاول، طرف من الاربعة، وهعدي اول طرف من على طرف الخيط اللي انا جبته بالشكل ده كده، وطرف الخيط اللي هو ده هعديه من تحت الفتلتين تاني. يبقى انا بجيب اول طرف خيط من الاربعة وبعدي عليه طرف الخيط من فوق بالشكل ده كده، وبعدي طرف الخيط من تحت الفتلتين الثابتين دولي، بطلعه من الحلقة دي وبعمل عقدة. كده دي عقدة كده، من عملناها مرة من الناحية دي هنعملها مرة من الناحية التانية. بجيب طرف الخيط بالشكل ده كده وبعديه من فوق، بعدي طرف الخيط التاني من فوقيه، بعد كده بعديه من الفتلتين اللي ثابتين اللي في النص، بطلعه من الحلقة دي كده، دي تاني عقدة. كل 4 فتلات هنعمل عليهم عقدة زي دي، عقدتين مرتين يعني. كده كوننا اول عقدتين، هنسيب 4 خيوط دولي وهنروح لل4 خيوط اللي بعديهم، وهنكرر بنفس الطريقة، ان انا بجيب طرف الخيط اليمين كده وبعدي الخيط الناحية الشمال من فوقيه، بعد كده بعديه من على طرفين الخيط من تحتيهم وبطلعه من الحلقة كده، دي عقدة. بعملها عقدة مرة باليمين ومرة بالشمال. هجيب طرف الخيط الشمال كده وعدي طرف الخيط من فوقيه، بعد كده بعديه من تحت الفتلتين الثابتين، بطلعه من الحلقة دي وبشده وبرفعه لفوق بالشكل ده كده، كده دي تاني عقدة. بسيب ال4 فتلات هنا، بعد كده بروح لل4 اللي بعديهم وبكرر بنفس الطريقة، ان انا بجيب طرف خيط كده، بطلع طرف الخيط من فوقيه، بعديه من تحت الفتلتين وبطلعه من الحلقة وبعمل عقدة.
اجيب طرف الخيط اللي الناحية التانية، مرة بعمل باليمين ومرة بعمل بالشمال، بجيب طرف الخيط بعديه من فوقيه، بعديه من الخيط من تحت الخيطين الثابتين، بطلعه من الحلقة دي وبعمل عقدة. كده دي تاني عقدة، هعمل دي بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني اقول لكم هنشتغل ازاي. اشتغلت وعملت دي عقدة زيهم بالظبط. دلوقتي هبعد الطرفين اللي هنا على اليمين مش هشتغل فيهم، والطرفين اللي على الشمال هيتكون معايا 12 خيط تحت اهمت، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، هنقسمهم برضو على 4، نجيب 4 هنا واربعة هنا واربعة هنا، وهشتغل بنفس الطريقة، بعمل عقدتين، بجيب الخيط كده، بعدي طرف الخيط من فوقيه بالشكل ده كده، بعد كده بعديه من الطرفين الثابتين وبطلعه من الحلقة دي وبشتغل عقدة. بعد كده الناحية دي تدور عليها، بجيبها بحطها بالشكل ده كده، بعدي طرف الخيط من فوقيها، بعد كده بعديه من الخيطين الثابتين اللي تحت وبطلعه من الحلقة دي وبعمل عقدة. هكمل الاتنين اللي هما المرتين دول بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني. شغلت بنفس الطريقة وعملت برضو عقدتين فوق كل 4 اطراف خيط. دلوقتي برضو هبعد طرفين، وهبعد الطرفين هيتبقى معايا 8 اطراف اهمت، هشتغل برضو فوقيهم عقد نفس الطريقة، بجيب الخيط كده بعديه من تحت وبعديه من الحلقة بعمل عقدة، وبرضو بعمل مرة يمين ومرة شمال. برضو بروح عند ال4 فتلات التانيين وبعمل عقدة بنفس الطريقة. بالشكل ده كده هنا معايا 8 اطراف، برضو هجيب 2 على الجنب ده و2 على الجنب ده، هيتبقى معايا 4، هعمل فوقيهم برضو عقدة، هجيب الخيط كده زي ما احنا متعودين بالظبط، وبجيب الخيط التاني من فوقيه بعديه من تحت وبطلعه من الحلقة وبنسحب عقدة، بعد كده بجيب الطرف التاني بالشكل ده كده، وبجيب برضو طرفين خيط هنا وطرفين خيط هنا، هيكون معايا 8 فتلات على الشمال و8 فتلات على اليمين. دلوقتي هتبتدي نشتغل الجنب، الحقل بتاعت الفانوس، فامسك هنا اول طرف خيط واجيبه بالشكل ده كده، هنا عندي 8 فتلات، هلضم كل فتلة برضو مرتين على الخيط اللي انا جبته كده. دي اول مرة، كده دي تاني مرة، وهاخد الخيط ده معايا وانا ماشية هلضم عليه برضو، هجيب طرف الخيط ده والضم مرتين، كده دي مرة هلضم عليه كمان مرة، وهاخده معايا وانا ماشية هلضم عليه برضو، هجيب طرف الخيط اللي عليه الدور وبلضم عليه مرتين، كل طرف خيط لما بلضمه مرتين باخده معايا في الشغل بلضم عليه.
واخده معايا في الشغل وانا ماشية. واخده معايا برضو في الشغل. بفضل مكملة ان انا باخد كل طرف خيط بلضم عليه مرتين، باخده معايا تحت في الشغل وانا ماشية. باخده معايا في الشغل، وصلت لاخر طرف وهلضم عليه مرتين برضو كده، دي مرة كده، دي التانية. هعمل برضو في الثمان فتلات اللي ناحية الشمال نفس الطريقة اللي انا عملتها هنا، وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة وبقى معايا الجنب اليمين شبه الجنب الشمال. دلوقتي هعمل عقدة، هجيب طرف الخيط بالشكل ده كده، والطرف التاني هعمل عقدة زي اللي كنت بعملها في النص هنا، هعدي الخيط بالشكل ده كده، واسحبه لفوق، مرة يمين ومرة شمال. هتكون معايا بالشكل ده كده، هسيب طرفين الخيط دولي وهطلع معاهم كمان طرفين اهمت، هيتكون معايا بقى معايا 12 طرف، هقسمهم اربعات كده، اربعة اهو دولي مش هحتاجهم تاني. هقسم ال 12 فتلة اللي باقيين اربعات، علشان هعمل هنا عقدة بس هسيب فيها خيط علشان تديني الشكل ده كده. همسك اول اربع اطراف، هعمل عقدة بالشكل ده كده، وبعديها من تحت بس مش هقفلها لفوق، هسيب فيها خيط كل واحد على حسب المسافة اللي هو عايزها، ممكن تسيبي 3 سنتي 4 سنتي، ان انا مش هسحبها لفوق اهو. هجيب طرف الخيط التاني، مرة يمين ومرة شمال زي ما احنا متعودين بالظبط. وهثبت العقدة، الشكل ده كده، ان انا سبت اهو الخيط اهو. هجي عند الاربعة التانيين برضو وهشتغل بنفس الطريقة، هجيب طرف خيط كده برضو، هسيب خيط من فوق مش هقفل العقدة على الاخر. هحاول اخليهم متساويين على قد ما اقدر. وهحاول اقفل العقدة بالشكل ده كده زي ما عملت دي. برضو هعمل الاربع اطراف دول بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة وعملت اخر طرف عقد زي اول والتاني. دلوقتي هاجي، انا كنت مقطعة 5 اطراف خيط قد بعض، ده اخر واحد هجيبه واحطه تحت العقد كده، واثبت عليه الدبوس، همسكه بالشكل ده كده، وكل طرف خيط هعمل عليه عقدة مرتين. بالشكل ده كده همسك كل طرف خيط على الخيط الثابت وهعمل عقدتين،
هكمل كده بنفس الطريقة، ان انا بمسك كل طرف خيط تحت وبعمل عليه عقدتين على الخيط الثابت، هكمل بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة وعملت عقد لحد ما وصلت للنهاية. هشيل الدبوس دلوقتي، انا الاطراف دي هقصرها على الاخر عشان هعملها بالولاعة. ممكن انتي لو حابة تسيبي اطراف اطول من كده في الفانوس بتسيبي. فهجيب الولاعة واعمل الاطراف عشان ما تكرش، مش هشعطها جامد علشان ما تبانش، انما هعملها كده ماشي الولاعة عليها بس كده، هتديني الشكل ده كده من تحت. دلوقتي الخيوط اللي هي طالعة من الجناب دي، فانا الخيط ده لو سحبته هيتسحب اهو، فانا مش عايزاه كده. انا هعمل عقدة واضمها على الاخر بالشكل ده كده، هضمها على اخر الخيط اهو من الناحية دي، وبرضو هعمل عقدة من الناحية التانية. بالشكل ده كده اهو كأنها عقدة معايا. هجيب الولاعة هقص الاول الخيط، هجيب الولاعة واحرق الطرف، احاول ارجعه لورا كده عشان ما يبانش معايا، وبرده عند الطرف التاني. بالشكل ده كده، وهعمل الاطراف اللي موجودة معايا كلها بنفس الطريقة، ان انا بعمل عقدة عند نهاية كل طرف، وهرجع لكم تاني اوريكم شكلها النهائي هيكون عامل ازاي. اشتغلت بنفس الطريقة وعملت عقد وحرقت الأطراف اهو عشان تبقى ثابتة ما يكرش معايا الخيط، يكون معايا الشكل النهائي بالشكل ده كده. وسبت الخيط اللي فوق ما قصيتوش علشان هعمله فرع زينة. الفيديو الجاي ان شاء الله هعمله فرع زينة، وكنت عاملة واحد تاني شبهه بالظبط اهو بنفس الطريقة. فانوس جديد وشكله جميل ومميز وطريقته سهلة وبسيطة. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.